السلام عليكم، تحياتي يا جماعه، معاكم مكشه بنحييكم النهارده في استضافه في الزياره الخارجيه عند الاستاذ معاذ الديجو يا اخونا وحبيبنا والمشرف بيه. معاذ معرفه قديمه، معاذ صاحب واخ ورجوله، ناس من الناس اللي انت بيفرض عليك شخصيته، بتفرض عليك ان انت تحترمه غصب عنك، لانه من الناس المحترمه جدا بصراحه. من يوم ما عرفته وانا متشرف بيه عمري ما طلبته واثر معايا، عشان كده لما طلبني النهارده وقلنا نقعد شويه مع بعض انا جيت له من اخر الدنيا وحابب كمان ان انا اجي له كمان وكمان، لان انا ما ينفعش ازوره او هو يزورني وهو ينورني في اي وقت وانا بنوره في اي وقت. معاذ كان في معرفه ما بيننا بسبب غضب كتدريب وشغل وكلام من ده، غضب كلب عمره 10 شهور. الكلب ده طالع من مدرستنا، متخرج من مدرستنا، كلب جيرمان شيبرد ربنا يبارك له فيه. هنسال معاذ كام سؤال كده، بغض النظر يا معاذ عن ثقه الكلب بنفسه والكلام ده كله والاحترام اللي الكلب فيه معاك والكلام ده كله، انا حابب انت بتاكل الكلب ده كام صفحه في اليوم؟ الكلب ده اساسي 2 لكن احيانا 3، احيانا 3، انما الاساسي صفحتين، واحده الصبح وواحده بالليل. هل صفك قبل كده مشكله معاذ بالنسبه للحشرات في الكلب؟ خالص؟ انت مراعي ومحافظ وبتنضف له مكانه والكلام ده كله، ربنا يبارك لك فيه يا رب. طبعا غضب من الكلاب اللي هي عندها قدره وثقه في نفسها كويس جدا، مش من السهل ان اي حد من البشر يتعامل مع الكلب ده، لان الكلب ده ولاؤه الواحد بس صاحبه. انا كمدرب مع الكلب، الكلب مش فاكرني، مش مديني اي انتباه، ودي حاجه انا اتشرف بيها وانبسط بيها، لان الكلب كده كلب رجوله في مكانه، كلب حراسه زي ما بيقولوا، لسه كلب يعني عمره 10 شهور، معلش ما فيش يمكن من النوعيات النادره ان انت تشوف كلب بيعمل الكلام ده. طبعا هو هيلف دلوقتي وهيشتغل عليها من نفسه، فانت امن على الكلب تمام. هل صفك يا معاذ قبل كده مشكله مع الكلب ده مع حد؟ لا، هو من غير ما صادفنا اي مشكله، هو اي حد اصلا بيشوف الكلب بيك مش عايز ابص له كتير، فانت لفه الناحيه الثانيه. ايوه حبيبي، ايوه هنعض بس بعد الفيديو، يعني ما تعضنيش في الفيديو، هيبقى شكلي ايه قدام الناس؟ طب تمام، احنا كده اتكلمنا في الاكل والشرب. جوزته يا معاذ؟ لسه ما جوزتوش؟ هل هو انا مش حابب، هو في مشكله ان انت تجوزه ولا الكلب؟ لا، هو الكلب تمام مفيش حاجه، بس هو برضه لسه صغير تمام. وبعدين انا اصلا مش حابب ان هو نبيعه؟ لا، ليه؟ ما نبيعوش خالص؟ بتحبه؟ يعني السبب اللي بيعته ان انت بتحب الكلب مش عشان حاجه تانية؟ لا بعيد. هل هو بيعزك المعزه دي؟ بيديك نفس المعزه دي؟ طبعا. من ناحيه ايه بقى؟ بيحترمك؟ هو يعني بص بصراحه، يعني انت جيت دلوقتي، يعني لو انا جاي بشغل الكلب عليك ما ينفعش ان هو يخلي شكله وحش قدامي. تمام، مكبر بيه، لازم ينفق. لازم ينفق. غير بقى بيني وبينك هنقف عند النقطه دي، النقطه دي انت ازاي كصاحب كلب تقدر تدي لكلبك ثقته في نفسه من ناحيتك؟ دايما بنقول ودايما بنكررها كتير، افضل مدرب للكلب صاحبه. طبعا افضل مدرب للكلب صاحبه، المدرب هيدرب الكلب وهيبرمجه وهيسيستمه، بس انت كصاحب الكلب ايه معاملتك مع الكلب؟ ايه شخصيتك مع الكلب؟ لا، هو الكلب بينفذ اوامري تمام، وده يقعد طبعا بفضل ليك ان انتوا اصلا مدربينه في الاساس. الله يكرمك، الله يكرمك يا معاذ، انت راجل محترم وما ينفعش ان احنا يعني ما بنديكش حاجه تتشرف فيها لحد النهارده. بس انت ما صادفتش ودخلت مشكله بغضب مع حد ولا الكلام ده كله؟ لا، بس انا متاكد من اللي انا بشوفه من الكلب ده، لو دخل مشكله يا سيدي. تمام، ربنا يبارك لك فيه يا رب. هل اختبرته قبل كده في مكان حراسته من حد غريب داخل طالع الكلام ده كله بينفذ معاه؟ مفيش غير اي امر من الاوامر اللي هو اتعلمها كلها شغال عليها؟ لا، كله تمام، كله شغال عليه، تقدر تخرج بيه بره بغض النظر عن شراسته دي؟ هو بس وضع النوم زي ما انت عارف، سليب، ما بيحبش حد يقول له سليب، كان دايما تيجي تقول له سليب بيغير، بيقوم يمسك ايدك. هو لسه في الطبع ده لحد النهارده؟ هو بتبقى في كلاب شخصيتها كده يا جماعه، في كلب ممكن تيجي تطبطب على دماغه مش حابك ان انت تطبطب على دماغه، تطبطب في مكان تاني، في كلب يسيبك يديك الامكانيه ان انت تطبطب على جسمه كله وتمشي ايدك على جسمه كله بس تلاقي حد ديله ويقع. فاحنا بنشجع معاذ وبنقول له والله كتر خيرك وتسلم ايدك على اللي انت عامله في كلبك، ويا رب دايما في الافيد وفي المفيد، وربنا يبارك له فيه، ويعني هي دي الصداقه العزيزه فعلا مع الكلب ومع صاحبه. طبعا معاذ كده قلت خد الكلب قدام خطوه عشان نفرج الناس على الادريشنال بتاع الكلب، هو في ايدك كده، بس اهم حاجه ما يسلتش الطوق، لبس الكلب طوق كويس.
يعني تمام ما تتكلم. لا مشغله ادريشن اللي هو حراسه. ارجع بقى ورا انت يا ابني مصمم في الفيديو تعبتني معاه زي ما بصوا يا جماعه الكلب الكلب من قبل لا ما تديش اناب سيب الكلب خالص واديله مساحه مثلا شبر شبرين ان هو يقدر يقوم يهاجمني. الكلب انا هبتدي اقوم مع الكلب دلوقتي يا جماعه الف من الناحيه الثانيه والكاميرا هتفضل مع الكلب. هحاول ان انا اقرب من الكلب كده واقف في ايد معاذ اشوف الكلب هل ايه قدره الكلب في ايد معاذ الكلب هيشتغل مش هيشتغل هل في ثقه ما بين معاذ وما بين كلبه وهل الكلب شغال مش شغال. يلا بينا نجرب كده. علم كلبك انه ياخد الثقة فيك وصدقني مش هتندم. حافظ على كلبك برجولتك انت معاه طول ما كلبك نفسيته مرتاحة معاك انت تبقى ماشي مع كلبك بالوضع اللي انت شايفينه ده. هل دلوقتي لو حد جاي يعمل مشكلة مع معاذ من ضهره او من وشه هل الكلب ده ياخد خطوة لورا ولا لقدام؟ طبعا زي ما انت شايفين اول ما ابتدى اتحرك لسه ما قربتش من معاذ ولا من الكلب. لو اتحركت تاني شايفين هو ده الثقة صاحب الكلب مديله الثقة في نفسه عشان كده الكلب واخد يعني عارف يعني ايه كيفيه القدرة على الحماية مع صاحبه. الكلب بيقدر ازاي وعارف ازاي ان هو يقدر يحرس ويحمي صاحبه ويحرس مكانه. انت عايز تحافظ على كلبك زي ما قلنا بايدك طبع كلبك من طبعك طول ما انت رجولة بتتعامل قدامه برجولة وما بتخافش من اي حاجة قدامه الكلب هيفضل قلبه حديد معاك. حد دخل بقى على الكلب والحركات اللي احنا بنشوفها دي تمام زي ما والحركات اللي احنا بنشوفها دي طب تعالى نقرصه طب تعالى نضربه بالطبيعي الكلب هيعوص هيعمل حمام على نفسه مش هيقدر ان هو يبقى عنده قدره ان هو يحميك او يحمي مكانه. في نهايه الفيديو وصلنا المعلومه بسيطه لحضراتكم يا رب نكون شرفناكم وعجبناكم. طبعا شرفنا بمعاذ وطبعا ده غضب زي ما اتكلمنا ده كلب جيرمان. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير في نهايه الفيديو وتفعلوا الجرس وتتابعوا صفحتنا وتعملوا لنا فولو على الانستجرام وانتظروا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله.